صباح الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق، الجمله الشهيره اللي بتتقال دايما على الجواز. بالرغم من كده بيحصل برضه خناق في بعض الجوازات، على السجاد ولا على الستاير او حتى على ميعاد الفرح او غيرها من الحاجات المعروفه الخاصه بالاتفاقات. بس كل ده نقدر نقول مقدور عليه، لكن الاتفاق هنا انا شايفاه بصراحه من وجهه نظري مش الاتفاق على الحاجات اللي انا لسه قايله عليها دلوقتي، سجاد وستاير وموعد وقاعه وكلام من ده. لا، الاتفاق يعني الاتفاق الروحي والعاطفي والنفسي اللي هو متجسد في القبول لكل طرف للطرف التاني، حاجه كده خاصه بالقلوب اللي يا ترى هتقدر تتالف مع بعضها ولا هتتنافر. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بيحصل إنك بتلاقي عريس متقدم وزي الفل وزي ما بيتقال كده عليه لقطة ما فيهوش عيب خالص، لكن أنتي مش قادرة تتقبليه خالص أو تتعاملي معاه ومش شايفاه زوج ليكي وما فيش أي قبول تجاهه. لكن الرفض هنا لناس كتير بيعتبروه بطر أو إيه ده، وحد لاقي هي البنات لاقي عرسان اليومين دول. وفي الحالة دي الحالات دي بعض البنات بتوافق عشان ماليش عين يا جماعة أقول لا الراجل يعني مفيهوش غلطة، وعشان بابا وماما ما يزعلوش، أو إن أبو العريس وأبو العروسة الاتنين صحاب من زمان جدا وبينهم بيزنس وعايزين يحافظوا عليه ويكبروه، فيعملوا إيه؟ بسيطة عندهم، يجوزوا ولادهم لبعض حفاظا على مصالحهم هم، ويتقال لهم بكره تاخدوا على بعض لما يتقفل عليكوا باب واحد. وبعدين ده العريس برضه يتقال نفس الكلام، مش ناقصه اي حاجه يا حبيبتي، ده لقطه واحنا عارفينه من هو صغير وهيحافظ عليكي وشريكي. النماذج دي بقى يا ترى هتقدر تعيش وتتكيف وتتالف ولا لا؟ يا ترى نفسياتهم هتقدر تقبل ده ولا لا؟ يا ترى فعلا هم لما يتقفل عليهم باب واحد والعشرة والمعاملة والاحتكاك المباشر هيولد ما بينهم الحب والقبول ولا لا؟ هنجاوب على الأسئلة دي كلها بعد الفاصل.